بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا في سفر الرؤيا لغاية صحاح 17. صحاح 17 بيتكلم عن دينونة الزانية العظيمة، ويقصد بها البشرية التي خرجت ضد الله وخلفت وخانت عهدها مع الله، باعتبار الله هو عريس النفس البشرية وعريس الكنيسة وعريس جماعة البشر. فكل إنسان بيخرج عن عهد ارتباطه بالله محسوب في الكتاب المقدس على أنه نفس زانية. يقول: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة. جلسة على المياه الكثيرة هتتفسر بعد كده، نفس السفر بيفسرها، بيقول له: ثم قال لي: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة. فالمياه الكثيرة للبشرية في تعددها وتموجها، واضطرابها زي المياه الكثيرة بتاعت البحر، وأيضا رمز الملوحة اللي في مية البحر رمز للخطية اللي هي مختلطة زي ما الملح مختلط بالمية وممتزج فيه ودايب فيه، كذلك الخطية صارت كأنها صفة أصلية في الناس. أريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. هنا معناها أن ملوك الأرض اللي هم محسوبين عند الناس كأنهم عظماء وهم اللي بياخدوا القرار، وعلى قرارهم بتوقف مصير الشعوب. بيقول قد إيه الناس دول ممكن يكونوا حياتهم الداخلية مليانة بالسقطات والضعفات. عشان كده في سفر الأمثال يقول: حاكم نفسه خير من مالك مدينة. وانتوا عارفين طبعا ان شمشون الجبار سقط بغواية امرأة، وقيل بالذات عن خطية الزنا انها طرحت كثيرين قتلى وكل جرحى وكل قتلها اقوياء. فما فيش حد كبير على الخطية دي. فبيقول: التي زنى معها ملوك الارض، اذا اخذناها بهذا المعنى الجسدي لكن ايضا بالمعنى الروحي، ان ملوك الارض بسبب حرصهم على وظائفهم ومكانتهم الدنيوية ممكن يرفضوا الله. يعني مثلا سليمان الحكيم زواجه من نساء كثيرات مش بس كان من اجل الشهوات، ولكن ايضا من اجل التحالف مع الملوك اللي حواليه. فمن اجل ان هو يحفظ مملكته في سلام وانتشار تزوج هذه النساء الاجنبيات، وعلشان يجاملهم بدأ يبخل للأوثان ويزود ليهم. فملوك الارض ممكن يتركوا الله من اجل حرصهم على وظيفتهم ومكانتهم. وسكر سكان الارض من خمر زناها، ده عايز يقول ان لذة الخطية والبعد عن الله بتدي نشوة لحظية زي الانسان السكران، ولما يفوق يلاقي نفسه
الخطية دمرته بالظبط زي الانسان اللي بيشرب خمرة او بيشرب مكيفات. الجماعة بتوع المخدرات ما اعتقدش ان في واحد دلوقتي مش فاهم ان المخدرات دي مهلكة. يعني الدعاية ضد المخدرات اصبحت بالانتشار اللي يخلي اي طفل فاهم ان السجاير ممكن توديه في داهية وان البانجو ممكن يجروا الحاجات اشنع واشد وان الحاجات دي كلها مصيرها الضياع. ومع ذلك نسبة الناس اللي بيدخلوا في دوامة الادمان والمخدرات عمالة بتزيد وبطريقة رهيبة. يعني ليه؟ لان هو بينتشي، يعني يحس بنشوة كده ساعة لما ياخد اول جرعة، ولكن لما بيفوق يجد نفسه متدمر ضايع. تبتدي الحكاية بهزار وتبتدي محبة تجريب او محبة فضول يعني، او حد بيجرجره، لكن بتنتهي بمأساة. اي خطية كده تعطي الانسان في الاول نشوة. حتى الخطايا زي مثلا السرقة والكذب والانتقام برضه تدي في اولها كده الواحد يحس ان هو انتصر على العدو، ان هو يعني انتصر على الظروف، عرف يستقرض الناس، عرف يسرق دي من غير ما حد ياخد باله. لكن بعد كده يصحى من الخمر دوت يجد نفسه مدمر ذاته. ده بقى الملاك اللي بيقول له تعال هوريك دينونة المرأة الزانية اللي هي البشرية الساقطة. فمضى بي بالروح الى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء اسماء تجديف له 7 رؤوس و10 قرون. هنا عشان يشوف المرأة الزانية اخذوا الى برية، والبرية مقصود بيها الصحراء بما فيها من قفر، حياة ما فيهاش اي تعزية، ما فيهاش اي معيشة، يعني لا في مية ولا في اكل ولا في ناس. فعايز يقول ان كل السعادة وكل الخيرات التي يقدمها العالم لمحبيه ومرديه هي برية. كلمة اللي قالها معلمنا بولس الرسول ان انا خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية زبالة. ليه؟ لانه اكتشف السعادة الحقيقية في ربنا يسوع المسيح. عشان كده الملائكة لما بيشوفوا نفس طلع من العالم يقول عنها الآية بتاعت سفر المشيد من هذه الطالعة من فين؟ من البرية. العالم بكل ما فيه من مبهجات هو برية. بس ما ننساش ان احنا في احد الاصحاحات سابقا لما المرأة اللي هي رمز للعذراء رمز للكنيسة اللي كانت حبلى تتمخض وصارخة لتلد وفي وحش واقف مستني يبتلع ولدها، انها اختطفت الى البرية لتعال هناك. فاكرين انتوا زمانا وزمانين ونصف زمان؟ وساعتها قلنا البرية هي العالم والكنيسة دي اللي عايشة في العالم، لكن ربنا بيعولها ويرعاها وهي في العالم. المرة دي بقى امرأة اخرى هي البشرية الساقطة. فكأننا دلوقتي في سفر الرؤيا قدام امرأتين، امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت قدميها وحوالين رأسها 12 كوكب والله بيعولها في البرية زمانا وزمانين ونصف زمان، اللي اتفقنا ان هما بيرمزوا للوضع المؤقت. وامام امرأة اخرى وصفت بانها زانية، وهنشوف دلوقتي الزينة بتاعتها قد ايه، زينة مفتعلة ومش اصيلة زي المرأة التانية المتسربلة بالشمس. واتذكر في احد الاصحاحات وانا بشرح لكم قلت ان دايما الشيطان يحاول يعمل تقليد لما هو الهي. فلما وجد الله سلوس عمل لنفسه سلوس، لما وجد ان المسيح هو صورة الاب راح عمل صورة للوحش. ولما انا ان احنا بنعمل سمة على ايدينا اليمنى الصليب راح عمل سمة على الجباه والايد. فبيحاول يقلد. لما وجد ان الكنيسة هي عروس المسيح راح عمل لنفسه عروس زانية اللي هي الامرأة دي. الامرأة جالسة على وحش، طبعا الوحش هو الشيطان،
عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يطلعه. وقرمزي اللون القرمز لون الدم. خلي بالكم المسيح لونه قرمزي لأنه فدانا بدمه، لكن الشيطان لونه قرمزي لأنه ايه؟ دموي، وحش سفاك دماء. قال عنه المسيح ذاك كان قتالا منذ البدء. وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف، لأن طبعا الشيطان كل شغلته في الدنيا أنه يجدف على الله ويجرجر الناس للتجديف على الله. له 7 رؤوس و10 قرون. دايما يقولنا رقم 7 رمز الكمال ورقم 10 رمز الكمال. ازاي؟ 7 كمال الزمان، لان الاسبوع 7 ايام وتتكرر تاني. و10 كمال الاعداد، لان دايما الاعداد متقسمة لوحدات عشرية كده 10 20 30 40. فلما يقول 7 رؤوس معناها الرأس دايما رمز الحكمة والذكاء. فالوحش دوت له كمال الذكاء بتاع الزمن مش بتاع الابدية. ذكاء مرتبط بالارض مش مرتبط بالسماء. عشان كده مفروض الحكمة اللي عندنا بتبقى حكمة من الروح القدس مش من الشيطان. حكمة الشيطان يوصفها الكتاب المقدس ان هي نفسانية ارضية شهوانية، لانها نبعة من الارض من التراب. عشان كده قال عليها 7 رؤوس. و10 قرون القرن رمز للقوة. يبقى كامل في دهائه، الدهاء اللي هو الذكاء المستخدم غلط، وكامل في قوته. فده شيء مرعب. لما واحد يحاربني بقوة وبدون ذكاء ممكن اغلبه، زي ما بيصارعوا التيران. الطور الهايج دوت يقدر المصارع يغلبه بايه؟ بالذكاء، يتجنبه. ولما يكون واحد ذكي جدا ولكنه قليل الحيلة ممكن اغلبه بالقوة، لكن لما تتجمع في واحد الصفتين يبقى مرعب، كامل القوة وكامل الذكاء. والمرأة جالسة على هذا الوحش معناها بتستمد قوتها منه، من الشيطان. والجلوس دائما علامة الاستقرار. الوقوف علامة ان الواحد مستعد يمشي، لكن قاعد ده قاعد بقاعد لك. فالمرأة دي استقرت في علاقتها مع الشيطان. والمرأة كانت متسربلة، التانية المرأة الطاهرة متسربلة بايه؟ بالشمس. دي بقى متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ. معناها بتستمد جمالها من هذه الزينة المزيفة، الأرجوان والقرمز. طبعا انتوا عارفين لون الأرجوان ولون القرمز هو اللون الأحمر، ودي معناها ان هي بسبب ارتباطها بالشيطان صارت هي ايضا دموية. متحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، اللي هم مفروض في الكتاب المقدس بيرمزوا للفضائل. ودي معناها ان البشرية الساقطة احيانا بتجمل نفسها باسامي الفضائل، وتحط الرذيلة تحت اسم فضيلة، فيسموا العنف حزم، ويسموا النجاسة انفتاح وحرية، مش كده؟ ويسموا الكذب لباقة، يحطوا للخطية عنوان براق كده. فدي المرأة اللي هي مليانة من جوه بالنجاسة، لكن متزينة من بره بمنظر يوحي ان هي جميلة. ومعها كأس من ذهب في يدها. الكأس دي مليانة ايه؟ مملوءة رجسات ونجسات زناها. المسيح كان معه كأس مملوء بالخلاص. بنقول عنه في التسبحة صار لنا غفران للخطايا. المسيح صار لنا غفران للخطايا. هذه المرأة معها كأس يشبه كأس المسيح من الخارج، لكن من جوه مليان
بالرجسات والنجسات. وعلى جبهتها اسم مكتوب، كعادة الزانيات لما كانوا يكتبوا اساميهم على بيوتهم علشان يجتذبوا اليهم الناس. بعد كلمة على جبهتها اسم مكتوب في نقطة، وكلمة سر نقطة. فكلمة سر دي جاية كلمة اعتراضية، معناها اللي بعده هيبقى كلام شفري، كلام ما تاخدوش بالمعنى الحرفي لكن بمعنى السر. ايه السر؟ بابل العظيمة، ام الزواني ورجسات الارض. طبعا انتوا عارفين قصة بابل بنيت في القديم علشان تعاكس ربنا، المدينة بنيت عشان تعاكس ربنا، وبنوا البرج العظيم عشان يقولوا هنطلع عليه ام ربنا ما يقدرش علينا لو عمل طوفان تاني. فصارت بابل رمز للمعاندة، معاندة ربنا. وانتوا عارفين طبعا ان في بابل هذه تبلبلت ألسنة الناس وتفرقوا وانشقوا، فرمز للانقسام والضياع. عشان كده ذكرت بابل على ان هي رمز للخطية. بابل العظيمة، ام الزواني ورجسات الارض، سميت عظيمة من اجل انتشار الخطية والضياع في العالم كله. ورأيت المرأة دي بقى سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع. دي النشوة اللي بتيجي للناس اللي يحبوا ينتقموا من شعب الله. تبص تلاقيه يقتل ويتهلل انه قتل. انتوا عارفين الآية اللي قالها السيد المسيح، هيجي وقت يظن فيه كل من يقتلكم انه ايه؟ يقدم خدمة لله. فتخيل انت دخلت الكنيسة وقابلت ابونا على جنب كده واديت له تبرع حلو، قلت له يا ابونا علشان تبني مثلا حاجة الفلانية، وتخرج وانت فرحان حاسس ان الحاجة اللي هتتبني دي تبقى على اسمك. او واحد ينزل الكنيسة ويخدم واحد مريض ولا واحد فقير، ولا يزور مستشفى ويزور العيانين ويوزع عليهم هدايا، ويروح ساتسفاي كده فرح حاسس ان هو عمل حاجة كويسة. تخيل نفس الاحساس دوت عند واحد بيقتل، لان لما مسك المسدس وضرب في واحد مسيحي رجع يقول انا قدمت خدمة لله النهاردة ما حصلتش قبل كده. عشان كده قال ان هي سكرة، سكرانة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع. مش بس دم القديسين ودم شهداء يسوع يعني اللي بيتقتلوا، لكن ده انا عايز اخوفكم من حاجة افظع من القتل، وهي ان العالم احيانا ياخد القديسين يجرجرهم للخطية ويفرح ويتهلل انه عرف يجيب فلان جبوز الارض. احيانا بعض الشباب الشرير يتعاهدوا مع بعض ان هما يجروا بنت معينة، يقول له لازم اجيبها لك واجبوزها الارض، وينتشوا جدا لو وقعوها في الخطية. فهنا بيبقى سكرانين من دم القديسين لان دمهم سفك، ليس السفك المادي لكن سفك الروح اللي نضاع. فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. يوحنا لما شاف المرأة دي تعجب، تعجب لان انت سايبها ليه يا رب تطيح في الناس كده. ثم قال لي الملاك لماذا تعجبت؟ انا اقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له 7 رؤوس و10 قرون. هنا بقى الوحي المقدس بيوفر علينا مجهود التفسير. الملاك بيشرح ليوحنا الحبيب الحكاية دي، قال له الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. ده مين ده بقى؟ الشيطان. كان يعني زمان قبل التجسد كان ليه الصولجان وليه الملك ومحدش يقدر يقف قدامه. كان وليس الآن، ليس الآن لأن المسيح بالصليب أيد الشيطان، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية. عتيد يعني مزمع، سوف يصعد من الهاوية. امتى؟ في اخر الايام لما يحل من قيوده ويطلق في الناس.
لكن في الاخر يمضي الى الهاوية الى الهلاك. يعني مصير الشيطان الى الضياع الهلاك. يبقى هنا اربع مراحل مر بهم الشيطان. اول مرحلة انه كان الاول رئيس هذا العالم بالصليب، صار مقيدا اللي هو دلوقتي من الصليب لغاية الان. في اخر الايام هتفك قيوده فيطيح في الناس، وبعد كده هيتاخد ويترمي في الهلاك. وسيتعجب الساكنون على الارض الذين ليست اسماؤهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم، حينما يرون الوحش انه كان وليس الان مع انه كائن. الناس اللي هم كانوا بيظنوا ان الشيطان لا يمكن يقهر هيتعجبوا لما يشوفوه ماضي الى الهلاك. لكن في الوسط وصف الناس اللي ساكنين على الارض ان اسمائهم مش مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم. يعني ايه بقى؟ اوعوا نفهمها بالمنظور بتاع المكتوب والقضاء والقدر والاسم والنصيب. يعني في ناس اساميهم مكتوبة في سفر الحياة، دول مهما غلطوا في الاخر هيبقوا كويسين يروحوا السماء. وناس تانيين مش مكتوب اساميهم فمهما عملوا هيضيعوا. لا، الفكر بتاع الاسم والنصيب والمقدور والمقدر والمكتوب كل دي حاجات اسلامية. لكن في المسيحية نحن نؤمن بحرية الانسان وهو اللي بياخد قرار نفسه. لكن مع ذلك نفهم ان الله عارف بسابق العلم، فكاتب الاسماء دي بسابق علمه وليس بسابق تحديده. لو هو اللي محدد يبقى ظلم ناس واكرم ناس، لكن هو ادانا حريتنا بس شايف من بعيد وعارف كل واحد يعمل ايه، فكتب قدامه ايه اللي هيحصل. لكن دي ما بتأيدش حريتنا ولا قرارنا. فالناس اللي هم ساكنين على الارض معناها مرتبطين بالارض وشهواتها، اسمائهم مش مكتوبة في سفر الحياة. لما هيشوفوا الوحش مهزوم هيتعجبوا، حينما يرون الوحش انه كان وليس الان مع انه كائن، مع انه موجود لكنه متأيد. هنا الذهن الذي له حكمة. يعني بيقول لك السفر ده عايز واحد ليه حكمة عشان يفهم. السبعة رؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة، وسبعة ملوك خمسة سقطوا وواحد موجود والآخر لم يأتي بعد، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا. سبعة جبال عليها المرأة جالسة في مدينة روما مبنية على سبعة جبال. فالمفسرين فهموا أن الكلام بيتقال عن روما، خصوصا أن وقتها كانت روما تقود العالم الوثني ضد الكنيسة. وبعدين إخواتنا البروتستانت هيسوا وهللوا لما قالوا ان روما، انتوا عارفين هم اساسا يعني ضد بابا روما وضد البابوية وضد كنيسة الكاثوليك. اول ما لقوا كلمة ان المرأة على السبع جبال قالوا يبقى دي البابوية والفاتيكان. طبعا تفسير مش مظبوط. هل المرأة الزانية هي الفاتيكان؟ مش معقول يعني. لكن حتى لو كانت روما، لكن لا يقصد بها روما في حد ذاتها زي كلمة بابل، لكن يقصد بها القوى المضادة للكنيسة المضادة لشعب الله، لان روما كانت فعلا بتقود العالم ضد الكنيسة. فالمرأة هي كل من يعاكس الكنيسة. السبعة رؤوس هي سبعة جبال عليها المرأة جالسة. وبعدين بيتكلم عن سبعة ملوك عكسوا شعب الله، خمسة سقطوا وواحد موجود والاخر لم يأتي. فالاباء فسروا السبعة ملوك ده لان هم سبعة ممالك. اول مملكة كانت ضد شعب الله هي الفراعنة، وبعد كده لما طلعوا سكنوا في بلادهم سبيوا الى بابل والى اشور، ادي كده ثلاثة. وبعدين الفرس ادي اربعة، وبعدين اليونانيين ادي خمسة. وبعدين وقتها وقت كتابة السفر كانت الدولة الرومانية ادي اللي هي يقول لك واحد موجود والاخر لم يأتي بعد. هنا بقى اشارة
ليه بقى؟ دولة هتسود في حتة كبيرة جدا في العالم وتظل فترة طويلة ضد الكنيسة اللي هي ايه؟ الاسلام والعرب. عشان كده قال ايه؟ سبعة ملوك، خمسة سقطوا، واحد موجود والاخر لم يأتي بعد، ومتى اتى ينبغي ان يبقى قليلا. كلمة يبقى يعني هيستمر، ما هياش مملكة تقوم وتخلص على طول. وكلمة قليلا تطمننا ان هي ما هياش الى الابد. كلمة يبقى معناها استمرارية، وكلمة قليلة بتطمننا ان هي مش الى الابد. خلي بالكم ان في البداية كان شعب الله هم بني اسرائيل، عشان كده كانت الحرب دايما لوكالايزد كده، حاجة مع شعب الله. الدولة الفرعونية بتعاكس شعب الله، السبي بتاع بابل اخذ الناس دي الحتة دي. لكن بعد كده لما انتزعت من اليهود صفة ان هم شعب الله واعطيت للمسيحية، صارت الحرب ضد المسيحية. فالدولة الرومانية كانت ضد المسيحيين مش ضد اليهود، اللي هو ايه؟ واحد موجود. والعرب طول عمرهم يعكسوا في الكنيسة في المسيحية اللي هي وقتها قال لم يأتي بعد. والوحش الذي كان وليس الآن هو ثامن، يعني ماشي في نفس السلسلة بتاعة الملوك، ودي معناها ان في اخر الايام مش بقى دولة ولا ملك هو اللي هيعكسنا، ده مين؟ الوحش نفسه. وهو من السبعة ويمضي الى الهلاك. والعشرة قرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، دول بقى هيجوا في اخر الايام هيبقوا عشر ملوك على عشر دول يتحالفوا معا علشان يعكسوا شعب الله، لكنهم يأخذون سلطانا كملوك ساعة واحدة مع الوحش، يعني فترة قليلة جدا. هؤلاء لهم رأي واحد، يعني في تحالف، ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم، يبقوا خاضعين للوحش، وهيبقى كل مشورتهم ماشية حسب رأي الشيطان. هؤلاء سيحاربون الخروف، اللي هو مين؟ المسيح. والخروف يغلبهم لان رب الارباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. ثم قال لي المياه التي رأيت حيث الزنية جالسة هي شعوب وجموع وامم وألسنة، دي قريناها. واما العشرة قرون التي رأيت على الوحش، فهؤلاء لسه قايل ان هم الملوك اللي هيتحالفوا مع الوحش، قال هؤلاء سيبغضون الزنية وسيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار. وبيفسروها ازاي؟ ازاي يبقوا مع الوحش ضد المرأة؟ دي يقولك بقى زي الحضارة اللي بتاكل نفسها، زي الحرب اللي ما بتسيبش غير الخراب والدمار. فهم العشرة ملوك بمشورة الشيطان هيعملوا حرب عشان يقتلوا بيها شعب الله، لكن في النهاية الحرب هتعمل ايه؟ هتقضي على البشرية. عشان كده سيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، نتيجة الحرب الضخمة اللي هتقوم دي. لأن الله وضع في قلبهم أن يصنعوا رأيه، يعني هم مفكرين بيعملوا مشورتهم، لكن ربنا بيتمم فيهم تدبير الأزمنة. عامل زي بالظبط إخواتي يوسف لما باعوه، قال لهم أنتم قصدتم بي شرا لكن الله قصد به خيرا. عامل بالظبط زي فرعون لما تقص على شعب الله، أم ربنا استخدم دي كرمز للتجسد ومجيء المسيح عشان يخلصنا بيد زريعة، بيد عزيزة وزرع علي. الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه، وأن يصنعوا رأيا واحدا، ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله. هم مفكرين بيعملوا حاجة من دماغهم، لكن ربنا مخططها ان هم يعملوا كده عشان تكملوا اقوال الله. والمرأة التي رأيت هي المرأة